في الدراسة، القيم، التربية على القيم، وهذا الشيء بفضل الرياضة. مع تي بي أيضا نشتغل في العدد ديال الأقاليم، وتبارك الله عليهم متقدمين معهم في تعميم هذا الجريبة. وحنا هنايا نتواجد في نيوكيل هذه المدرسة الجماعية، إن شاء الله سيتم التشييد ديالها اللي بدات إن شاء الله، غادي نفتحوا الموسم الدراسي المقبل بتدشينها. هذه جمعتنا، استطعت بالجمع واحد 5 ديال الفرعيات، وهي كانت السادسة. هذا التجمع مهم لأن كان استمر في الأساتذة، عوض ما يكون عندنا الأساتذة منتشرين في الفرعيات، غادي نجمعهم وغادي